فضيلة الشيخ، شخص يقول دعوت آخر لحضور حفل زواج ابني لكنه لم يحضر، ثم بعد مدة دعاني هو لحضور حفل زواج ابنه، فهل يحل لي عدم الحضور أو يجب علي الإجابة؟ لا تجب عليك الإجابة ولو كان ما حضر، هو يكون مسؤولا عن فعله وأنت تسأل عن فعلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعاك فأجبه، من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، وقال في وليمة العرس شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنع منها الفقراء، يدعى إليها الأغنياء، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. إلا إذا كان في الوليمة أو في الحفل منكرات ولا يقدر على إزالتها فله أن يتأخر، لا يجوز له أن يحضر في منكرات وهو لا يقدر على إنكارها. أما إذا كانت خالية من المنكرات فإنها تجب إجابة الداعي إليها مع الإمكان. نعم.